السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا ومرحبا بكم. إلى حلقة جديدة من برنامج بسام جابر يحاور وضيفي في حوار اليوم هو حسن عازم أبو إبراهيم من أوائل الأعضاء في مجلس محل الطيبة منذ سنوات منذ الخمسينات صحيح اللي بقولو؟ خمسة وخمسين خمسة وخمسين يعني أول مجلس محلي بالطيبة كان بال 55 ولا كان قبله؟ كان قبله معين شو معين؟ يعني أجوا قالوا عينوا تعين أنو, أنو كان ستذكر. حكم قبل الطفل صالح عبد أه، اللطيف صالح صالح في حينه ب 52 قالوا له انت رئيس بلديه أه. رئيس مجلس محلي من ضمن مجلس بلدين. مجلس محلي صح آه. وبعدها بال 55 خل يعني عبد اللطيف صالح مجلس محلي اه عبد اللطيف صالح يعني حضر البلد لصير فيها انتخابات صار انتخابات ب 55 شو أه. صار شو كانت النتيجه؟ النتيجة بدك الذاكرة لا 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 كله في أه خلاص <applause> في هذا الحكي اه خلص ممتاز في ال 55 صارت انتخابات مفهوم انه بكاش زي اليوم انتخبوا الرئيس مباشر بكوا ينتخبوا الاعضاء والاعضاء ينتخبوا مثلا 15 اللي بيعدوا ثمانيه هو الرئيس هسا آه آه. آه. هسه من حصن حظي بكى سبعه سبعه ونا الثامن هيك يعني <applause> يعني بيط الكبان بيط الكبان اما انا صاحب بالرغم اني بكيت شاب وصغير و لليوم انت شاب طلع طلع شعرك زي ما هو بس بس لونه شوي تغير هذا صباغ يا زلمه انت لك ام ابراهيم شايف ناسا مش اتصل يعني بقول لك خليها خليها تعرف انه طلع الشباب إن خليها تشوف ايش هذه ايش خلص هسه بيحكوا <الصحيحكم> معي <باقي> بالسماعة <applause> لا هي بتعرف انا قلت لها الاربعة حتى ما لكل لك كل سمين ما لقيتهم مش لها بتقولي لهم جيت انت بالضبط الوقت قبل خمس دقائق ببكي انا طبعا في <applause> دقيق في المواعيد هيك بالمجلس المحلي كنت كمان؟ في المجلس المحلي خلينا نحكي شوي عن المجلس المحلي اذا بال 55 كان انتخابات كان انتخابات وفي عندك اعضاء هسا مين الاعضاء بينتخبوا الرئيس اللي بيجيب الاكثريه هو اللي بصير شو صار النتيجه عن جد؟ صارت 7 7؟ بده يصير 7 8 ما المفروغ منه يعني ف بكى طبعا في ناس ولا هذا حلو بدهم عبد اللطيف الصالح انا بدي محمود ناشف من عبد اللطيف الصالح ابو ابو طلعت ابو طلعت ابو طلعت. الله يرحمه دائما يكون رايح الله يرحمه دائما لما يجيبوا سيرته الله يرحمه يقولوا ابو طلعت ما كانوش يقولوا عبد اللطيف الصالح ما هو انا بعطيك هسه لان بدك الناس... ماشي ماشي لا احنا شايف ابو هسه أنو... شايفين لا. هاول شايفيننا عدد هائل الناس في كل الوسط العربي وبالسلطه الفلسطينيه وبدول العربية لكن هسه شايفيننا بالطيبه كل الطيبه راح تشوفوا هذا الشيء ما طبيعي فعشان هيك بقول لك انه إيه لما انا بقول انه كانوا يقولوا ابو طلعت سموه اكثر ما يقولوا عبد اللطيف الصالح بس بدي اذكر عبد اللطيف ما حدا بك يقول بالمره ابو طلعت ابو طلعت وما حدا بكى ابو نزار صح توفيق طلعت ابو هشام اه والله ذكرتني أبو هشام الله يرحمهم بس ده اسالك محمود الناشف اول شيء كان هو رئيس بلديه ثلاث مرات رئيس مجلس محلي ثلاث مرات في الطيبه محمود الناشف؟ أه؟ لا اذا صار بجوز عضو كنيسه ثلاث مرات؟ لا كان صار رئيس كله لا دقيقه دقيقه صار بس رو... الاخرى عضو مجلس محلي رئيس مجلس محلي سنتين ونص كان ماشي الدوره يعني. في ال 55 لحوالي ال 58 يعني انتخبوه انتخبوه لي قاعدين بعد صار خل... خلاف في الائتلافات نزلوا يعني من يومكم انتم اللي كنتوا اعضاء ورؤساء معي خلافات خلافات خلافات، شو لا. رايك انت يا ابو ابراهيم؟ انا والله امبارح عملوا عملوا لك حفل تكريم في بلديه حفل تكريم في البلديه مشكورين يعني طبعا اه خلينا خلينا خلي نحكي كلمه مليحة انه احنا على غرار ما الحفل التكريم اللي عملوا لك اياه في بلديه طيب احنا بنقول لكل الوسط العربي علي سلام والرئاسة الشفامر وطمره يعملوا حفلات من النوع يعني اعطوا الناس احترام اه يعني اعطيه حقه حتى حتى لو مش حق مش حق ]ه. جزء اه اه فاحنا انا يعني م. انا طب انك أه. ما يقارب 40 سنه شايف؟ الله يطول عمرك الله يحفظك وفي اخر مره انا طلعت ليش؟ صرت انا بهذا الجيل كله طالع عن النشر هذا لا آه. هذا بنحكي له ليش احكي اللي كله <تكلم> على الهوى احنا هسه سامعيننا هسه سامي ابراهيم شايفتنا وسمعتنا <تكلم> بالدار انا بقول لك اكلنا غلطه بتحارس بعدين الله يمد بعمرها بجهنم اي والله لان هي سند الي كل احترام الله يحفظك احترام الله. لحكيك الله يحفظك سعادتك بالحياه ما دامك جبت السنه آه. بكت تشجعك تفوت السياسة ولا تقول لك لا إلا السياسة بدها إياها حسن دشك من هذا خلينا عجلين مية في المية <applause> إلا السياسة بتحبهاش بتقول الناس ناس بصيروا يحبوك ما يحبوك طب شو لك كلنا بدي أخدم بلدي حلو أنا عندي عقيدة لازم أخدم بلدي شايف شيف نعم. ففي الخمسة وخمسين صارت الانتخابات في الانتخابات طوله في مفاوضات صار ضغوط علي إذا من المسؤولين أو من البلد انه ايش انك انه انت خيب الصالح الحفظ اه انك انت ابو طلعت ابو طلعت أنتخب ابو طلعت <تصفيق> 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 طبعا نحن في حول. اساس وفي قاعده ليش انا ننتخب ابو نزار؟ اساسا انا لمن كنت آه المنافس تاعه كان ابو نزار؟ اه <applause> ابو أس... نزار بهمش اكيد انا سبحكي ل... لمعلوماتك ابو نزار واحنا صغار آه... على الأكل اللي انا بالنسبه لي إيه كان هو إيه وانا طفل كان هو عضو كنيست والاهم من هيك انه كان ابو نزار إيه لما بحط صورته بالجريده بنقول عنه جمال عبد, عبد الناصر وجابنا الاستاذ احمد الله والله يرحمه روحه الله يرحمه. كان مربي صفي بالصف الخامس اجى بقول بسام بسام بس كان صوته جهوري مم. بتعرف انه هذا بتعرف قلت له استاذ انا بعرف انه قال لي أنه كنت جمال عبد الناصر قال لي لا قال <applause> لي هذا ابو نظام شبيه فيه جدا كثير فصار ضغوطات اصلا انا لما ترشحت وانا عمري 22 سنه يعني مش زلمه سياسي ولد الساعة شاب شو اما عمل شغله مع ابو طلعت ما عجبتنيش اه هسه هسه كنت تحكي لي هذا بث مباشر مش تحكي لي أش... شعلي كود كنا كان حسن عازم اظن بقول لك اه عمل شعلي كود طبطات السلام عليكم ابو ابراهيم كود طبطات خمس سنوات اذا انا بنزلك انا مش حسن لهالدرجه؟ اه أسعد ابو ابراهيم تعال روحي ومنها انا قررت اني مش بدي اترشح جمعنا كم من واحد من كل ما كل عيله لها بطون صح. من كل بطن واحد وقعدنا واجتمعنا كنا بدنا اتفقنا اما انه المرشح مش فارقه معنا بس ده كل شغله ابو ابراهيم عشان شايفين عدد هاي الناس واحنا ببث مباشر احنا في بث مباشر يعني بصير حكي مش بالضبط كل واحد يسمع اللي بحبه ف بكل كل شيء ما ف... تخفش بعرف بعرف انا يعني بدي اقول كل الجمهور انه احنا مش قاصدين نمس بحدا لا سمح الله ولا شيء بالعكس احنا بنفتخر في قياداتنا من 1952 لليوم لليوم طلع قديش احنا نزيهين تفضل <applause> ابو ابراهيم فصار اخذ وعطاء في الثالثة صار محمود الناشف ابو نزار أه اول مره آه في ال 55 طبعا في بك اتفاق انه تبكى مناوبه ده الحاج ابو يوسف محمود اليوسف ابو يوسف الله يرحمه كله، الله يرحمه ابو هشام وهو تتكسر محمود اليوسف بكى ابو يحيى لا ابو يوسف ابو يوسف كان ابنه الله يرحمه يحيى ابنه اما ابو لا يوسف لا لا بس كان ابنه المشهور اكثر يوسف الله يرحمه القاضي أه. كان آه كان قاضي في... يا وصل يا كان بده يوصل لا وصل محكمة العدل العليا لا ما وصلش اما بكى على حف على شاف حفتها آه. حفتها وكان آه كثير مثقف وكثير حضاري وكان بيرفع الراس يوسف حجع يا ابو ايهاب بكى علم بكى الوسط اليهودي يعني يعمل له حساب يضرب له سلام يعمل له حساب اه تفضل اه فصار ابو نزار ماشي مع يحمل كي من وهالمجلس ماشي طبعا في معارضه كبار وفي وانت عارف انا بكى طريقه المعارضه عندي ما تعجبنيش ليش ليش ما ايوه ليش؟ بكى يعني المعارضه يعني هو ضد المجلس الصح حلو. والغلط وهذا غلط ليش اليوم غير يعني أنا رايك مش غير اما زي ما تقول يعني بثقافه اكثر اه بكو يعني تعال ناخذ نموذج بلديه النصر دائما انا باخذها من رابز جرايس اللي بكى صار لأن لأن سلام لان انا بحب النصر صاحبك سلام بالضبط لان بحب النصر هو من حديثه بعرف انه صاحبك آه. بس انا يعني كل النصر اصحابي بعرف الله يكثر اصحابك الحمد لله، فانا بحب انا بحب الناصره ومش بس الناصره الحقيقه بكل محل احنا بحب كل الوسط العربي ليش ما لكن بالضبط احسن شيء الواحد يكون يعني يحترم منفتح الناس. منفتح ويحترم الناس ويقدرهم مش هو اللي ما يحترمهم بيحترموه صحيح، الشيء متبادل دائما بالله فصارت الانتخابات اللي ما عجبنيش انه بقوا جلسه يجوا وجلستين لا طيب شو اللي ما عجبكش؟ بدهم مش يجوش ليش ما يجوش؟ انت جاي تمثل بلدك يا زلمي. انت جاي تمثل قطاع معين من المواطنين. فهذا القطاع بده اياك تتواجد. بس بكوا يردوا عليهم؟ بكوا ياخذوا بالحساب المعارضه ولا بس اذا بدهم يجي المعارضه آه. مشان ما هو حسنا انا هسه بجيب لك الأرض. ليش انا اللي ما صرت في المعارضه في 83 وراء انا بدك بجيب لك كله خطي. انا بكيت داير البلديه م. المجلس يا ربي. انا بكيت اللي دايره اي إنتي. فترة هاي؟ مش في الامكان من 83 ل 89 نعم بس هذا مش بالعصا ومش مقاتلة بضحكوا لعب نبقى مع بعضنا باحترام متبادل اه فبكيت في جلسة عندنا على الاقل مرة بالشهر لازم ابقى يعني او من وزارة الداخلية هذا قبل ما بدي تصير الجلسة شيء مش معجب اكتب حضرة رئيس المجلس المحلي بالطيبة تحية طيبة وبعد احترام ايه الموضوع اطلب من حضرتكم ادراج المواضيع الاتية في اول جلسة قادمة حلو هذا الطلب لازم تقدمه قبل 48 ساعة من الجلسة ليش؟ اذا عملوا الجلسة ووزعوها بظلك لبعض بشهر اللي آه. بيبكى فاهم شو بده يشتري بيبكى عارف آه. اما اللي رايح بس بده مصالح شخصية تخرب الدنيا ففي جلسه طبعا الرئيس يبقى حاطط واحد اثنين ثلاث هسه يقول طلب مقدم من حسن عازم تفضل يا ابو ابراهيم طيب بدي اقول لك يا ابو ابراهيم انت مثلا حسب رايك عضو البلديه او المجلس المحلي كيف لازم يتصرف؟ هل مثلا يعمل لمصلحه جماعته؟ هل ما يعملش؟ هل كظله مستقيم يعمل لمصلحه بلده؟ شو رايك انت مثلا شوف. لانه لانه فيش بلد ما سمعتش بلد انه يعني 100% اعضاء المجلس المحلي بس بيخدموا البلد وانما كمان بيعملوا لحالهم اشياء لحالهم كلها لحالهم اليوم كلها لحالهم هيك مش هيك اليوم يعني اليوم اليوم يعني بالمده الاخيره مشان ايه مشان هذا انا طلعت ليش لانه بكينا من التفكير وشو القوائم واسم محطوط كبل بالانتخابات بس انا بدي اقول لك إشي قبل ما نكمل انه انا بتفكش معك انه كله لحاله يعني بتلاقي اعضاء بلدي بالناصرة او بشفاعمر او بطمرة بكل بلاد احنا بنحكي عن كل بلاد اللي بتلاقيهم مثلا بيعملوا اشياء اللي يعني بجوز بيعمل لمصلحة جماعته بس شو يعني شو الغلط في هذا الاشي حسن عازم؟ بجوز مش غلط بجوز يعني اه لازم يعمل يعني حتى رئيس حكومة لما يصير هاي بنتنياهو وبعدها بنت بالاخر يعني بيعملوا هم لمصلحة جماعتهم يعني وهي انتخابات وهي ديمقراطية شو الغلط في هذا الاشي آه شو الغلط ايوة مليح كلام سليم اذا انت جيت تطلب مني اعمل لك شغلة احساب المصالح العامة ما بعملهاش اما اذا شغلي ومتعثر ومتغلب وشيء بساعدك بنروح على الرئيس شو خرافيته بده كيت بنعمل ورقه بده ورقه تجيب ورقه تجيب ورقه بنظبطها اما انا والله بدي زي الكيكه من الباديه بده اخذ نصها او بدي اعمل كذا هذا انا ضده بدي احكي لك قصه بحياتي الشخصيه انا بالصف العاشر كان لازم يدفع الارنونه وعشان عارف اشياء بكت زمان اكيد بتعرف انت ابراهيم فيش معها مصاري مش يعني تقدر يعني بسهوله المهم رحت على المدرسه الثانويه المدير المدرسه طلعني من الصف قلت له ليش انت بدك ليش انا بقول لك شو هو بيقول انك انت البلديه كاتبين لكم انتم مش دافعين الضريبه عشان هيك لازم تطلعوا من المال هذا جيت عند ابوي الله يرحمه الله يرحمه قلت له الله تعيش قلت له كت 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 تلف عبد الرحيم الحج ابراهيم الله يرحمه اللي كان رئيس البلديه الله يشفيه اه الله يشفيه ويرحمه ويرحمه, ويرحمه, ويرحمه حيا او ميتا ويرحمنا كلنا الله يرحمنا كلنا وكتب ابو احمد الله يطول عمره آه. كتب بخط ايده كتب بكتابه لمدير المدرسه فوتوا بسام جابر يعني فيش مشكلة بنحل هالمشكلة يعني مشكلة مصاري بتنحل وهيك رجعني يعني رجع رجعني على الصف وبدون ما تدخل الرئيس في حينه ما كنتش بقدر أكمل تعليم هذا مش عمل غلط هذا عمل صح ليش أول شيء عمل هيك المرحوم أبو بكر موظف في البلدية صحيح إذا هو مش خايف على إذا بكى كبير يعني كروش كدش بقى الضرائب آه. اكمل ليرة في زين فلو بدها تتعصر بخصم من بعض شو خلص يعني ما عملش غلط صحيح. شايف؟ انا مرة بذكر محمود الناشف الله يرحمه الله يرحمه هو بكر محمود الناشف بس خلينا ابو نزار غلط ابو نزار محمود الناشف آه. بس بجملة نحكي عنه هو كان عند اولاده اكبر ولد اسمه نزار نزار اعتقد بالناصره سكن صار قائم مقام وانتقل لجوار ربه اعتقد آه الله يرحمه وعنده بعد زلم محترم اه بعدها عنده فاروق 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 اللي هو لليوم الله يطول عمره وعنده آه بنات كلهن شطرات وقويات بالمعنى هسه بجيب لك شغله عن بناته اه بما في ذلك بنت اللي راح بعثوها تتعلم في امريكا وتجوزت دكتور مصري ولليوم هي مصرية هدى اسمها لليوم هي بمصر تتذكر آه كل انا بكيت محلي في دار ابو نزار محلي في دار ابو نزار وبكى يحبني وانا بكيت احبه بدنا نطلع شوي على الخط مره اجا واحد مسؤول من فرنسا جينا وانا فينا بيعرف فرنسا واحنا ولا واحد دغوا قالوا الله يرحمه عهد الناشف بيعرف فرنسا أوي. اخو عاصم اخو عاصم ومنين نتعلم بكى هذه الشبيات اه بكى هناك ودينا دورنا عليه وينه كده وش؟ كان في له بنت جابها بتتعلم بفرنسا وبتعرف صار ترجم لنا وتحكي بقول لك انا ما فيش بيننا حدود يعني كل شيء مفتوح انا وابن الله يرحمه الله يرحمه ملت علي ذكرتني قلت له عارفين بنتك بتبيع وبتشتري فينا لا بنعرف في شو كلتو شو اذا ما بدها بتقول له بتقول لنا واحنا بنشتغل شو بس يعني هذا كان سفير فرنسا باسرائيل؟ بعرفش مش متاكد شو قضيته اما واحد مسؤول يعني فبكت التجميع في كل الطيبه فيش الا بنت بتعرف فرنسا اللي هو في في كل البلاد في لغات صحيح لانه اولادنا وشبابنا الله يعطيهم الصحه والعافيه وينجحهم في كل بلاد الدنيا بدهم يتعلموا عاجبينك اولادنا؟ اه لا الشباب مهتمين بغض النظر فيه هنا وهنا لكن اللي تصير عليها ممنوع تاخذ واحد بعروه الثاني نعم بشكل عام انت بتقول انه الحمد لله يعني شبابنا بخير الحمد لله ان شاء الله بيبقوا احسن قل كل ابو ابراهيم حسن عازم هيك احنا بنسميك بالطيب حسن العازم حسن العازم لتأكيد أزبط للتعريف هذا مضبوط هيك بنسميك ايش رايك بالقائمه المشتركه وبالقائمه الموحده انا لو ما تسالنيش أحسن الاحسن لا بلفوت في الموحده ولا في المشتركه ولا هالمهاطرات بدهم مش معجبتني يعني ممكن تقعدوا بجسات تتخرفوا ما اتفقتوش دور تتفقوا اما لما كل شيء من بتعلنوها يعني زي بتحرضوا على بعضكم بتتقاربوش على بعضكم غلط هذا كل كلمه اعلان اعلان قال هيك سوى هيك مش اللي بده نجاح ليش واستعينوا على قضاء حاجاتكم بالكتمان <applause> يعني بالسر ودوا واسطه اقعدوا بعدين ليش ايمن عود الله يعطيه الصحه والعافيه وهذاك منصور اقعدوا مع بعضكم وتقاربوا شو يعني فيها؟ من بيحب بكيتو بكلمة واحدة. أما اللي بيعجبنيش في القوامة هذه إنه كلها مصالح شخصية، كل واحد بده جماعته اللي يبكوا في القايمة، اللي عنده عضو بده يصيروا اثنين، واللي عنده أربعة بده يصيروا خمسة. آه بس هو ما ما مارر فترة انتخابات، يعني أيمن عودة أو منصور عباس أو غيرهم أو سواهم أو يهود يعني آه, آه أو نتنياهو آه. أو بنت أو أي يعني في نهايه الامر هم يعني ينتخبوا على اساس سياسي فالمفروض انه بنت اي 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 او نتنياهو انه يبدو يخدم للناس الناس اللي انتخبوه، شو الغلط فيه يعني من ناحيه منطقيه مسموح له ولا مش مسموح له حسب رايك ابو ابراهيم وانت يعني انسان مخضرم مجرب، مش مسموح له مثلا ما هم انتخبوه، الاغلبيه مثلا انتخبته، ليه مثلا مش مسموح له يعمل شوي له يعني بالقدر الممكن لجماعته انا شخصيا بكون مش مش ممنوع لا المشترك ولا هو ما بكت مشترك يغازلوا في الليكود وبكى هو في الاول يغازل دي المشترك كيف فين بكوا يغازلوا من تحت بطن. شو بدنا في الخراف؟ وفي مرات بكوا يغيبوا عن الجسم مشان هيك يعني بدي اقول لك عن شارع عبر اسرائيل شارع عبر اسرائيل اه مم. انا بكيت رئيس اللجنه في الطيبه رحنا صرنا كيف بنحط يا زلمه مش سامعينا في عموتال تالا اليهود اللي بتدافع عن زي لاجتنا يعني اتصلت في السكرتير تبعهم قال فانتو اتفقنا اجى عند عضات خرطنا. قال لي شو انتو كنتوا لجدي. قال لي اللجنة ما لهاش اسناد ولا حدا بكلكم شو اللجنة هذه طب اللي شو نعمل يا عمي قال اما البلدية بشكل رسمي اما بتعملوا عمتا يعني جمعية الجمعية ممكن نعمل بس بدها وقت تجيب شم واحد تقدم طلب شوية شوي توقف واحنا في عجله من امرنا لان بدهم ياخذوا الارض كنت عندك اقتراح قال تفضل قلت شو نعمل جمعيه عربيه يهوديه صفها صفا كلم موافقين كنت من هسا انا ماني رئيس في عندي رشد أنا خمسه في عندي اخرى بشاورهم بأ... بخرفهم كل شيء هسا هسه انا بدي انتقدك بس تخلص تفضل اه تخلص فجينا طبعا الانتقاد مش نعم. شخص شخصي قصدي على كيف السياسه كانت في نهايه الامر ولا مقاطعه بحديث يعني عابر اسرائيل احنا لما نحكي عن عابر اسرائيل خدسي اسرائيل كبير شيش. يعني كل البلاد العربيه يمكن ناسها بخصها بس يعني الطيبه بالذات إيه عملته عبر اسرائيل صادقته صدقتوا عليه اخذوا الاراضي وهيك واحنا فيش عندنا مدخل من عبر اسرائيل للطيبه في اما الحق على المسؤولين في عندك من عند ضرب الزبد بربط الطيبة لك انا حاضر على هذا في الخوارط موجود ليش لا ليش من هذا مش شغلي مضبوط هذا يعني ما حضرتك قلت انك نعمل جمعيه وهذا فبين انه أه. شغلك شغلي بس في وقته احنا هذا نتخرف عن كب في, في اول تسعينات في انا لما من عملت منشور انا عابر في سنه 88 انا بكيت عضو قعدنا في البلديه بنتخرف بنكيم بنحط يا خرافيه ملاوكه و... هناك مش زينه ملاوكه اللي اخترت علينا آه. كنت طلعت انا عملت منشور وضعت الشغل اللي انا بعرفه ووزعته في البلد وقلت يا اخوان ولا كلمة عاطلة لا على رئيس ولا على حدا ولا على ما كنت الوضع كيت 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 واللي مش بشكك في حديثي يروح على لجنة التنظيم في الطيبة ويستوضح عن اللي قلته أنا إنه صح ولا لا وما ذميتش حد بس كنت بشو الوضع شو كان الوضع أبو إبراهيم؟ ليش ليش هسه في آه، على المدخل هذا اللي انا هسه مش مسؤول لا اني ولا آه، بس وعند... يعني الذاكره ما بتسعفك آه. مش يعني هل في مجال انه يبقى من, من خدسي إسرائيل من شارع عبر اسرائيل من شارع ستي آه، الشارع اللي يفوت على الطيب على شارع الطيبه على يوصل من ستي لاربعه اربعه اربعه, أربعة؟ في يا زلمه في خوارط له موجود وبعتقد هسه بس يخلصوا من هذا الشارع في شارع من إدارة ابو زبده بغرب غربة في خريف اما انا هسه يعني بعرفش 100% مية مية. بعرف اشياء اما مش كل الاشياء اما قبل بكيت انا انا عندي بدك بروتوكولات البلديه كل بروتوكول بجيب لك ياخذ اقرا لكن جيب لي اي رئيس عنده هذول البروتوكولات لا انا عندي في الدار كل احترام مره روحت لمره بتقول لي بهم بيمشي كل أسامة مش آه جواد المهم انه ما نقدرش احنا لا لا مش دمي الا وبيعشة. جواد عثمان جواد عثمان اتصل فيك احنا صحبي مرحبا ما زيارات فيش المهم كلات له اجى في التالي عندي كان العيب جاي قلت له لا سهلا قال اللي بد انا وواحد عكل ابو عكل من وادي عاره بيعملوا بكتاب عن الطيبه اه وكان بده دمع... عقل يمكن؟ نعم جهاد عقل يمكن؟ مش ذاكر هسه ما فيها عقل إيه وبدنا إيه معلومات رحنا على البلديه مفيش. ما فيش قلت له بلديه معقول فيهاش قال طلعنا في واحد موظفين اللي حكي قال لي ضروري هالبدك اياه قلت له ضروري ايش قال له روح حسن العازم قال له ولا كذا البلديه فاش حسن العازم عنده قال له ما تروحش انا قال لي جاي وانا مش مصدق آه. انا في عندي دوسيات ومحطوطات في نص شيطان لليوم. كنت... لليوم 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 كل احترام م. بس قبل مدة عملت شي في الضهر تخربطن وين ما كان بكيت على المغرب بس اقول ايش اطول أم بعدين اما موجودات او أم إيه. انا تبسمت إيه. كان كنت طلبك موجود كل شو بتكون ما ما تحملتش دقيقتين ما انا ضاري كنت تحت وفوق في المكتب عندي طول بهالسرعه انت عملت اما اخرى بهالسرعه اخي حسن المعلم الكتاب كان الشكر لحسن عازم اللي زودنا بهالمعلومات المعلومات كتبها في الكتاب الاحترام اعطاك كريديت أه. شاف شيف فانا يعني بتابع ب... فخلينا اخذ منقر شوي اوكي هسه اللي هو هذا سكرتير العمتا كنا اتفقنا سكرتير الجمعيه أوه. الجمعيه صرنا احنا جمعيه بهسه احنا يعني انو بتقصد اهل الطيبه اوكي اه أو اهل الطيبه اما اللي بيمثلهم اللجنه وفي شك ثاني عملوا براني يعني قديش اتدخل له هذاك فصلنا نجتمع وكيم ونحط مع بعضنا ونروح على الكنيسه وين و... ونجتمع نحن سوريك وين هذا هذا في رئيس عمو تابك واحد اسمه ايلك سوزيدو هذا رئيس المجلس هناك فمره هذا نكته الا السكرتيري بتلفن لي تبعت سوريك أقول أنا كانت انت حسن عازم قلت له انا بعرفك من صوتك ودائما الي بقول حسن عازم حسن عازم اتشوقت اني اشوفك شو بدي تشوفيني؟ كانت تجي قلت لها ولا اجي آه من الطيب من لاحر سوريك مش تسكني في الجاكا قهوه؟ يعني <applause> السكرتير تبعت ام ابراهيم سمعت؟ اه وكل <applause> آه. شيء انا فيش عندي مخبى عنها كل شيء عرفته ولا في واحد هسه لحد اليوم بس اتكلم بتاخذني في الحضن ستة حاج. مش نحن عشان هيك سالتك اذا عرفت ام ابراهيم ام ابراهيم دائما على راسي يسلم وفي قلبي يسلم راسك ويسلم قلبك الله يحفظك والله يخليكم لبعض الله يحفظك ويبارك فيك ويخلي لك كتة إيه كنت والله تناجع انا حسوري كنت بيصلك في جاك كنت في جاك اروح ساحل حسوري اكثر سابع يعني ما اقول اه كمان كنت مش راح اجي قالت لي بدك شيء بلاش انا بخليك تيجي غصب عنك يجي بتجيب عني؟ اما بتفهم عندها عقل. اول جلسه لهي عامله الجلسه في ناحيه السرويك. بدنا أروح <applause> ولا مجبور. رحنا واحنا قاعدين عبرت. طلعت اللي قاعدين. كل بيتك اتى احسن عزم، قلت شو عرفت؟ قلت فيش عرب الا انت. <applause> هضني عرفتيني؟ كاتي جبتك ولا لا؟ <applause> اه حلو. حلو. <applause> بلكي نعمل في الطيبة في الطير في يعني هنا اما هذا عملته في ناحيه سوريك. ابو ابراهيم تعال نحكي شويه عن عيلتك نعم عيلتك عيله عازم عيله عازم والعائلات الثانيه معظم العائلات ما كانت مؤثره جدا في المجالس المحليه سابقا اللي كانت مؤثرة اكثر بالطيبه ما بعرفش صلحني انت اشطر مني لا استغفر يعني الله تسلم اللي هي كانت جباره وناشف هذول اول اول قيام دول الصين هذول كانوا اقوى شيء اذا انا مش غلطان ولا انا غلطان دار جباره مع الاحترام والتقدير لهم طبعا بكى ابو طلعت زعيم دار جباره بيحبوا الزعامه في ما يبكي في خلاف بكى ابو صفاح باستثناء يعني اطلعوا شوي بكى ابو واحد مع زلمتهم فمشان هذا ولا هم في الترتيب اكبر عيله في الطيبه المصاروي بعده حج يحيى بعده عازم صح. بعده بدك تقول ناشف، جابر، جبار هذول تقريبا عشرات الاطوال تفرق بين بعضهم اه <تكلمة> بس يعني في عائلات كبيره زي اللي حكيتها ولكن كانت العائلات الصغيره نسبيا اللي هي جبار وناشف كانت هي اللي مسيطره على السلطه المحليه ما هو انا بقول لك حاش الانسان بتخليه يعمل كل شيء، ما هو بكو يجي بده يعمل يجي واحد فرد هو اللي بوفي شو يصير بدهم شو بدك يا سيدي امرك وأطلق ولا مش لانه اما دار جبارة بحكوا حكيك بحبوا الزعامه وبكيفوا مع زلمتهم باستثناء الكليل دار حتى بعد ما صار في الطيبه يا ابو ابراهيم حزب شيوعي اه لانه الحزب الشيوعي آه, 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 آه بخليش يعني الايديولوجيا تاعت الحزب الشيوعي بتخليش انه يعني دار جبارة كلهم قلت لك باستثناء قلت باستثناء باستثناء كسب 20% 15% 17% بعرف اما باستثناء حصه اما يعني الاكثريه بقصد انا يا كفور زلمتهم هسا انت لما كنت تترشح وانت ترشحت كذا مره كنت تروح مثلا على عبد القادر الشايب اللي هو من زعامة ومن كان تبعي هذا كان من اللي كان تبعتي اه كان ايدك اه كان معك قدامي يعني انا بقول شو كان دورهم هذول؟ مثلا انسان من النوع عنده قوه اقتصاديه وقوة على الاقل بالفتره هذيك هل هذا كان يساعد ترشيحك يعني؟ اول شيء بدي اقول لك انا عن حالي تفضل انا ولا مره خليت واحد يدفع عني مصاري أو آه. بس اسمح لي بس اقول انه انا ما قصدتش دفع دفع بس لا أنا ما بدي اقول لك يعني, يعني اما فينا مساعدوا جمعتهم اه اما هو يعني كنت بعلاقه ممتازه معه مزبوط مش بس هو أه. احمد ابو دهود دار ابو دهود الله يرحمهم كلهم شيء محمد شيخ سعيد من دار الشريم عبد الحفيظ الشريم برا من دار الشريم مصطفى الحج اسعد من دار الحج اسعد هذا كان مره يعني, مره يعني انا مديون له يمكن اللي بعد ما موت ب 50 سنه مصطفى الحج اسعد اه اه هذا بكى هيك مصطفى الحج عاد اللي دارهم في الراس بكت في الراس اما هذا هيم برضه يعني ابو محمد ابو محمد هذا بكى مخلص لي اكثر ما انا مخلص لحالي ولن انسى هذا الزلمه وبكرا له عده مرات له ولا بتقدر تقدر له هسه هسه في وقت ثاني الفاتحه لروحه اسمع مرة امين تقبل يا كريم يا رب ارحم وارحمنا ذكرناه خلينا نذكره بالخير آه. ونقرا الفاتحه فيش إيه شيء انا بكى عندي بقول لك يا بكى شاب وصاعد و... أنا لك شاب في الاول احنا تجمعنا كم واحد خمسه سته سبعه ومت في بدنا غير الوضع في دار عازم طيب اني روحي اجي كانت عندي سياره يعني كبير للشاحن والخريف اه ما كان عندك الشحن معناها آه, آه زي 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 عبد الكادر الشايب زيهم اه بس اول شيء انا بكيت احمل مثلا نروح نحمل بطيخ ونود آه. وخضره وشيء بعدين استعملها للركاب 50 راكب وقطعه تل اه وعلى هسه هذول اللي من العالم العربي يشوفونا نشرح لهم انه مدينه الطيبه موجوده على بعد حوالي 40 دقيقه من تل ابيب بالسياره فزمان يعني السيارات هاي اللي بتحكي عنها والسيارتك كانت تاخذ عمال عاده من الطيبه إلى خصوصا عمال من الطيبه لتل ابيب يروحوا يشتغلوا خلصوا شغل تيجي السياره تاخذهم من تل ابيب للطيبه كانك في عين حسن بيك عند الساعه وقف هاي, هاي اخر محطه اه نفسهم هناك وانت تروح سيارتك وين بدك الساعة بلدك. هاي الساعة تكفي في السيارة يتجمع الساعة اللي بتعرفوش بي... هاي الساعة إيه معلم مشهور جدا في مدينة يافا إيه بجنب شط البحر بجنب شرطة يافا كمان هناك أه. وهاي الساعة موجودة صار لها عشرات السنين مبنية ومحطوطة والساعة فالناس اعتقد حتى هي باللوجو تبع هلا قناه هلا اعتقد بتبين م. بتبين هاي الساعه هي هاي اللي بتبين هاي صار لها عشرات سنين والناس كلهم بيعرفوا بقول لك وين وين عند الساعه عند الساعه محل علم هذا ما فيش يعني مركزي فبكينا نروح ونيجي ويشتغلوا العمال ومبسوطين انا مني واحد الناس بكيت عامل هذول اللي قبل الانتخابات معي زي جمال ما انسى بكيش لا عضو ولا مرشح هسه جينا يا عمي بدنا انا بدنا نرشح اجت الانتخابات بدنا كد بكره بعد ومش عارف شو مرة محمد الشيخ سعيد أكرم شيء دارهم عليه بكى ظل يجي عندي <applause> أبو العبيد محمد الشيخ سعيد الله يرحمه الله يرحمه بقول لك يا عمي بدنا شيء قال لي يا زلمة قول له انتخبنا وخلصنا قلت له قلت ليش؟ والمني أنا اللي بكيف بعض قالوا انتخبنا أما بدنا إياك توافق على انتخبنا قلت موافق ما أعرف شنو كان ضحك قلت له قال لي انتخبناك أنت كل <applause> كنت ولا هيك ولا تحضر كان محل لو كنا لك ترضاش احسن شيء يعني حننتخب ما يا بدك تقبل يا هالة الجبهه كلها كبلنا أه. إيه في قادم الايام او السنين عن عائلة عازم للمجلس المحلي الطيبة اكثر اول شيء بكى الله يرحمه ابراهيم الكرمية ابو عبد الله هذا انا بحبه ابو سليم أنا بقول شو الموجود يحب ما ولا ماشي. بحبه اللي ماشي ماشي بدي أقول لك بدي أعرف أقول على إنه يحب هذا لا. بحبه أنا الزلمة فؤاد أبو فؤاد مش عبد الله ولا نوع... أبوه أه أبوه أنا بعرفوش أبوه في الـ 55 بكى أبوه لا أنا بعرفوش أبوه أنا بعرف لا أنا ع... ع... بعرفه بعرف عبد الله الكرمية وبحبه وبحترمه كثير أه عبد الله غير أما هذا أبوه لا ما عرفتوش أنا شايف أبو سليم بقولوا له وأبو عبد الله بكون قدام الناس عبد الله هذا بفؤاد اه ابو فؤاد انا أيوة. بعرف ابو فؤاد انسان آه. يعني فبكه هو واللي ما ترشحت انا في ال 55 نحن الاثنين نجحنا بنت من العيله نفسها احنا الاثنين نجحنا اللي هم ابو سليم ابو سليم وانا وابو ابراهيم وابو ابراهيم اما مع الاسف ما العلاقات طيبه بين بعضنا اه طب ما هو يعني هاي لما تكونوا انتوا اثنين بتخوضوا الانتخابات اكيد بده يبقى نوع من المنافسه اسمع. بس مش كراهيه لا سمح الله لازم يبقى منافسه الشريف لا انا ما يكل علي حق ولا هو ما يكل علي صح حق هيك انت بدك تصير هذا حق مش لك لحق ومش صح. الي لحالي صح زي ما هو مسموح لك مسموح لي اما لانه بقى هو ومحترم وشيء يعني شيء فجاه هذا ينافسني ولد الساعه هسا انت الولد بكيت انا الولد أو. آه. فصارت الانتخابات هسه انا بكحزي بنفسي كل ما اروح على بيت الاجر مش زي اليوم بروح واحد ولا اثنين يعني العيله كلها تتجمع عند جميل الحاج محمود الله يرحمه كان محل على الشارع هذا اللي تاع البنك من زمان بالضبط نتجمع ونروح العصر المغرب على اي بيت اجر لا, لا اليوم بروحوا كثير على بيت الاجر انت يعني. مش هذا مربط الفرس استنى شويه هسه مره ما لأبو محمود لجميل الحاج محمود ابو محمود الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمهم كلهم اي والله بقول يا ابو محمود ما عجبك الوضع كان شو يا عمي كنت بنروح صوبين على البيت هذول دار عازب واحنا دار عازب ليش ما نروح مع بعضنا اقول لك ابو سليم زعلان مني ابخاطه نحشيش مع بعضنا نلتقي عندكم نمشي مع بعضنا وخلاص لا بقول له والله يا عمي انت اصغر واحد في الناس والله رايك مقبول علي. اما بعرف شو بده بكره الشركه الثانيه. كنت اعمل جهد او تعطيني الجواب. ان كبر الدور جاب زمان دائما بنقعد عندك. ان كبر مج... في الثالث اتفقنا. <applause> ممتاز. آه سنه نروح على أب... الاجر مع بعضنا. بس ما تقولوا ليش بعدها بدكم تترشحوا على الرئاسة لانكم صرتوا موحدين. <applause> <applause> هذا شيء ثاني. هاد... آه صلى على النبي. صلى على في شغله ومش منيح اقولها ما هي مش بتسيء إيش حدا يوم بكى في بيت اجر اندار عبد الكادر الله اعلم دار الله يرحم سليمان ليشكر يشكر الجماعه انا وجماعتنا يعني انا وكاعد هي وابراهيم الشرمي الله يرحمه وفلان وفلا وفلا الى ابر دار عبد الكادر شافوني قال هيش ابر رشاد دقيقة وقف وقف عند ابو رشاد الناس مش كلهم بيعرفوا الناس ابو رشاد هو عبد الرؤوف عبد الرازق أخو توفيق عبد الرازق اخو عارف عبد الرازق واخو, واخو عارف عبد الرازق وعارف الرازق اللي يعتبر من الناس اللي كانوا قاموا إيه إيه بالثوره ضد الانجليز في حينه صح فانت بتحكي عن اشياء تاريخيه وفي يعني... ابعد هذول لو بدك بعمل لك آه لقاء ثانيه آه حرج عليك لا بس خلينا يعني اعطيهم اعطيهم يعني احترامهم تقدر. اه اه كل الاحترام يعني, يعني يعني ابو 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 غسان توفيق عبد الرازق ابو هشام ابو هشام ابو هشام, هشام أ... الله يرحمه الثاني كان تكل على الناصره وعشان كان كثير انسان طيب وهيك انا كان معلمي هشام أه. أه. عبد الرازق الله يرحمه الله, الله يرحمهم كلهم آه. ابو هشام في الخمسة انا وياه عملنا كلمه مع بعضنا جابت ابو هشام وانا إثنتين نجحتوا احنا الاثنين نجحنا في برافو عليكم برافو عليكم فنكون خلينا بالنسبه لهذا فابو رشاد اخو لابو لتوفيق لابو هشام أبو, ابو هشام ابو هشام رشاد اخوه واعتقد ابو جميل بيقرب لهم؟ لا مش, مش اخوهم مش أخوهم. ابو أخوهم. جميل ب... اه بخبر. بيقرب لهم مش عبد الرازق م. اه فخلي... يعني عشان بنحكي عن اشياء كلها اعلام يعني حقك تفسر زي ما بدك طبعاً. انا مش بدك لا, لا مش انا بعرف انه مش بالعكس انا مبسوط مع القعده معك لا طبعا وانا مبسوط انا اللي مبسوط <applause> وانا اكثر كل شو رايك في في المدن العربيه والقرى والبلدات العربيه تبعت اليوم بما في ذلك بلدات مش بس الطيبه البلدات كلها بشكل عام شو رايك يعني اذا سامعين ناس مثلا هسه عمر بطمرة بمجد كروم بعرابي بسخنين يعني شو شو بنقدر نحكي نفكر عنهم شو نقول عنهم شو بتقدر تقول عنهم وانت وانت يعني مطلع انت بتتابع الاعلام وبتتابع الاشياء وبس قبل يومين ثلاث عملوا لك حفله تكريم كل احترام انهم عملوه وعلى فكره اخر مره بدأ 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 انا رؤساء البلديات مجلس يكرموا كل شخص مش بس انا اذا في ناس اه اذا في ناس اذا ناس استحقوا جيبوهم عملوهم حفله تكريم شو شو هذا شو يعني قصه الحقيقه شعاع لما بدا يعني مجدني وجاب تاريخ مش كل تاريخ ما جاب تاريخ يعني وليش مش كل واحد بن بنكرمه اما واحد قعد تاريخ طويل وقعد من زم من فيش رئيس في تاريخ اول مره الا حسن يعني كان هذا زي كان زي التراب 55 انت اه 55 سبحان يعني فترة طويلة أنت مصلى يعني قديش والحمد لله صحتك الله يخلي لك صحتك يعني صحتك. يعني قبل 55 يوم 76 سنة مضى علي فعلا الله يطول عمرك الجميع الجميع الله يحفظك نحكي شوي عن أخرى مرة عن العائلية إذا العائلية العائلية بحب نستغلها نستغلها للاشي المليح ما آه ولا تفضل شو كيف نقدر؟ اه فصرنا نروح يجي عبروت طلعنا بكى امين التلا والله يرحمه صديقي آه وفاتح كاز اه مش وفيه خروبي صح بس هاي اللي فاتح اللي كانت مش له اذا بالحاره مش له كانت يعتقد لا لا ابو رشاد هذه لا ابو رشاد لا ابو رشاد ما هو بكيش آه 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 ابو مصطفى اسمه ابو, صفح أبو صفح آه مصطفى ابو مصطفى الله يرحم روحه قديش كان انسان طيب صحيح له؟ جدا يا اله شو بكين جدا عمره ما ازعل واحد هسا انا بكيت دائما اروح اقعد عنده هناك هسه ما طلعوا تقعدوا عندهم تبقوا شايفين كل الحاره والجامع قدامكم وكل الاشياء وكل ال يجوا يقعدوا هناك وحياتي حسين عويض حسين الكركس ابو محمد الله يرحم الثاني <applause> هذا <applause> <أنا. تصفيق> مش من عيلتي بس بكى ينتخب كبلي ينتخبني انا <applause> الا حسين العازم انا بقول لك شكرا للي انتخبني ولا ما انتخبني اما اللي انتخبوني في ناس اخرى مش من دار عازم ما حدا بيعرفهم مره انا مارك من محل نحن نكون احسن ما يعرفوا انه الشخص <applause> آه. الا الواحد قاعد باب دارهم السلام <applause> <applause> عليكم انا قلت كانت على ابو ابراهيم كلم من فضلك شوي تعال شوي <applause> جيت قاعد جاب لي قهوه شنو طيب الا هو بكل بيقول احنا بوجه انتخابات اخرى اكم من يوم يعني مش مده طويله انا في عندي تسع اصوات هذول لك اما كيف بدك توصل لي الاوراق؟ قلت له لا بوصلك اياها عندك تخافش. طلع هنا. قال لي انا عارف مع مين بدك تودي هنا. قلت له مع مين؟ قال لي مع صاحبك. قلت له اه، قال لي لا ما توديش معه. وهذا قال لي هذا نسيب واحد من العيله الفلانيه بيبدي لهن وبعطيني الاوراق عندك <applause> <applause> لانه بدون تخيب سايبه، انا بدي اياك انت. قلت له توكل بالله. كنت انا بزاتي يوم قال لي ايوه يوم انا ما جريت حطيتني بظهر قعدت شاب قهوه زكيت لي اياها يعني. قال لي اول اشي في الصندوق هذول بمكان واذا ما بيطلعنيش انا كنت كل احترام انا طلبت منك اما يخلف عليك وانا ممنون الك شايف؟ يعني ليش انا زي ما تخرفنا مع في التكريم انا يعني ألقيت كلمه برضو والله يمشي معلش بدنا وقت هذه وخرج خلص بدك اياها بابك اجيب لك اياها يعني. لا انا كل كلمه بتقول لي اياها انا مصدقها وحبيبها وهيك بالعبراني يقولوا كل ملا بسيلا خلص احنا مصدقين شكرا شكرا لهي الثقه يعني انت بتبث المصداقيه من كل كلمه بتقولها تمام إيه عن وين بدك نبدا احنا هسه؟ بدنا هسه احنا خلصنا اه البرنامج صار له حوالي 45 دقيقة آه. وخلص خلص زي ما بدك بقول <applause> لك انت صار لنا خمس دقائق انا بالي اه 45 دقيقة صار لنا ما هو ليش؟ لأنه حديث شيق بين الطرفين أنا بلاك كل بدك تقول اللي بدك تقوله أنت أنا بدك أقول لك إياه صحيح الحق <applause> معك حديث شيق صحيح أنا بتفق معك وأنا مبسوط جدا للقعدة معك يعني بشوفوها للطيبة الطيبة هسه المقابلة؟ ولا ليش بيشوفوها؟ بيشوفوها كثير لا طيب انت بدك انت بالن... بتعرف اني انا بكيت اتبع نفس هذا البرنامج المحاور وبقيت آه وبكيت مرات استنى في اشخاص بدي اياهم وما صدق ومرات يجي نص البرنامج يجوا في التالي في الاول في النص اظل قاعد لهم اسمع كل البرنامج آه. بكيت مرات إشي اصير اضحك انا ان شاء الله ان شاء الله سعيد ومبسوط حتى اللي ما عملت لطفي مع دكتور لطفي اه صح آه. آه. انا عملت مع في التالي كنت شو منك <applause> <applause> <تتحدث> امي اسمها سعاد أو... سعاد ولا بعرف الله يرحمها الله يرحمها واخوي البروفيسور لطفي جابر انا بحبه كثير وبحترمه كثير بنحب اه <applause> وهو يعني عمل اشياء كثيره للطب ولل ل... بروفيسور شو بدك اه لا أو... ن... نفسه واطي هالي فيه متواضع اه نفسه متواضع <تصفيق> 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 <مش الرفيع <حالهم>. آه متواضع مش رافع لي حاله متواضع متواضع <تص> بس طلع انا متخيل لواحد زيه وزيك يا ابو ابراهيم وزي غيرك فيه لا انتم ناس لازم يكرموكم يعملوا لكم اشياء تكريميه يذكروكم او يقولوا لكم احنا متذكرين قديش انتم عملتوا اشياء منيحه للبلد وهيك <applause> مثلا هسه انا بحكي معك الحمد لله أنت عملوا لك حفله تكريم مثلا بروفيسور لطفي جابر ما سمعتش شيء جديد اللي مثلا هاي هو وغيره بروفيسورات في باكا وفي كفر قرع وفي بلفحم وفي عارة وفي رهط هذول <applause> لازم نكرمهم بغض النظر بخصونا ولا بخصوناش لازم لا مش شرط يخصونا ولا لا مش انت اعطيت فلان نتيجه عمله نتيجه التضحيه يعني بدي اقول لك في اجت شغله صغيره مش تضحيه هذه يعني. انا في الثم... في اول الثمانينات انتخبوني نائب رئيس ليه بكى في اتفاق هسه انتهت الانتخابات إذا ما عملنا شيء بدنا نقلب بلدية لجان النواب كذا ما شيء لنائب واحد نائب وكان بالعمل هو واحد مش زي اليوم ثلاثة أربعة يبقى هو عدد السكان بعض وزارة الداخلية في نظام اه هسا قال لي جمع الزمان هسا اللي جمعتي ما رديت أبو عوني الله يرحمه ما أبو عوني كان رئيس بأي سنة؟ هو دورتين اخذ دورتين آه. من ال 78 لل 89 أنا بقى كله هالطريق على الغيب حافظ اه وكان رئيس <applause> خلينا اكمل لك ما نشتش آه. عنها اه لانه خلص آه. لانه خلص البرنامج آه. لانه بقول له ثاني مره يا زلمه كنت جوا شو بنسوي؟ قال لي أنت تعجب كنت اسمع بعوني كلها كنت في عندك مشكله قال لي اه والله هناك بقول له كل فجأة ساعدناك. بقول لي مشكلتي انت انا طب كل من اول يوم شو الخرافية؟ قال لي أنت بدك نائب رئيس وأبو محمد الله يرحمه الثاني حسن عبيد حسن عبيد الله يرحمه بده نيابي كنت وعدت مين؟ كان وعدكم اثنين حسن كان كثير شعبي، كان شخصية شعبية كانوا بينتخبوه عضوين بيعمل عضوين بعرفش إذا عمل ثلاثة أخرى أنا ثلاثين أبو محمد, محمد. يا. كنت أنا إذا زلمة المشكلة وأنا جاي بدي أحل مشاكلك شو بدك؟ قال لي أنت بدك هو أبو محمد بده كنت وعدت كان قائم أنا... بأعماله أبو محمد لا نعم كان قائم بالأعمال لا هذا بعد ما سكلت هو أجا آه أوكي كمل تمام آه. آه. ما هي هذه اللي بدي أقول لك إياها كل يعني. شيء بكى كبل عند الناس نزاهة وشهامة وكل شيء على خاصة أنا بطلع مصر الحمد لله أنا وياك مبسوطين الحمد وعايش الحمد لله بمعاش بلدية وأنا معاش بلدية الحمد لله أم. أنا طبعا بكيت أنا نا... آه سمعت أبو آه. أنا، كنت انا يا زلمه طب انت جبتي وعدت اثنين انا جيت انا وانت قعدنا وافد ومن عندك وافد هو قعدته هيك ولا قال لي بعرف شو وعدتك انا يعني ما قعدت مش لحالي جبت أقول لك عنهم هذول الجماعه في اللي عندي سبعه يدوه. ثمانيه مم. ولا مره فلتهم ولا مره بعدت عنهم وهم بيضلوا يقولوا هيك شايف ما حدا بيخدمهم زيي وانا بكررش الا اللي قدامي قال لي هذا اللي صار طيب السلام عليكم طلعت اما طلعت قضيه ما حل زي ما يقول ابو عواد في التلفزيون قضيه ما حل شي ما لهاش حل يا عم انا ابو عواد هذا اللي ربطته عالي ابا انت <applause> 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 عارفه <applause> انا الصحيح اذ لعبيد ابو غازي الله يرحمه ويعفى عنه ويفات على روحه اسمع تقبل الله يرحمك يا ابو غازي احنا هاي هاي اول مره برنامج بنعمل فيه بكره فواتح اه ف... فانا زي ما بكيت احبه احترام للناس خلينا نكره فاتح وان شاء الله يعني نخدم ونعمل اشياء منيحه لكل الناس وانا متاكد انه في في كثير ناس لما شافوك بتكره الفاتحه ابو ابراهيم حبوا الاشي واللي حكيته كمان حكيت, حكيت تقديرنا لناس اللي توفوا وراحوا العالم الثاني بك هذا كله مهم بخليها تشمع لك هذول المهمات آه لا نخص البرنامج صار صار دقائق خالص تفضل كل اما احنا في الصوره ولا لا؟ احنا على الهواء على الهواء رحت ابو غازي بكى يحترمني وبكيت احترمه قال لي شايفك زعلان قلت له لا مش زعلان السلام عليكم في الهواء هيك قعدنا قال لي اه قلت له سمع ابو غازي قال اه كنتوا السبت والحد الاثنين اللي صار معني في... معي معي عبد اللطيف وانا وابن اخوك شو بدنا نحلها؟ كان هم يوعدك وموعد حدا كنت ايه جيبوا كان شو مطلوب مني؟ كنت الليله بدك تجمعنا كنا في داركم والليله بدها تنحل القضيه كيف تنحل؟ بيشك تنحل بعنينيش الليله بدها تنحل ودي لو. ودي ربعونه ورب اخوك والي و... نقل بالفعل ودى روحنا قعدنا قال يا ابراهيم تفضل قلت طبعا من اللي يتفضل مشان خليه يخرفك شو اللي عنده مزبوط ولا لا؟ مزبوط اه خليه يخرفك قال له حسن العازم بده وحسن ابو محمد بده قال له وعدت مين؟ قال له وعدت اثنين زي ما قلت انا قال له شيء بيّشك اثنين على كرسي واحده هذا اللي صار خبر يعني بقدر رجع ما بقدر ارجع صفن ابو غازي انا بدي ومحب. انا بقدر ارجع قدام قرايبي ما هاتوا بس وش عندهم انا عندي اتفاق بدي اتفاقي بدنا نخلص كيف انحلت المشكله يا ابو ما ظني <هضلني> جينا عليها <applause> اللي هو صفن صفن ابو غازي قال لي في حل حطوا من الي جاي عندك قال يعني انت وابن اخوي اولادي كنت بتجيب بتقول علي اسم لابن اخوك اخرى قال لي الحق بدك بالنص كل واحد سنتين سنتين ونص كذا بيطلع احنا بنحكي عن دياب عبيد الله يرحمه كان عضو كنيسه كذا سنه كمان اه, عد آه زاد عشان عن الدوره ما بيعرفوش عن اه طب أبراهيم انا ابراهيم لازم نخلص لحظه انا بسرعه وبعجله بدي اعطي جواب كان لي في شعور هاي حتى هيش الله يرحمه طلع لي هيك احنا بدنا كنت بغازي انا موافق او ليش اذا حسن دوش يتخيبني ما بصرش واذا ما تخافش حسن بصرش ماشي هيك خلينا ننهي بهذه الجمله ابو حسن آه. العازم لا بس بدي اوريك كيف قدمت استقالتي انا اوكي ك... ولا هذه ما هسه انا يعني. استاذ بمشي معك بدنا نسجل 10 سنين حكي كل <applause> اخلص ان شاء الله اه كل كيف بالاختصار فانت خبوني وسو. هسه ابو عوني بعد شهر شهرين يقول لي بعدين حسن العازم انبسطت في هذه المقابله الطويله معك واعتقد انه في اشياء كثير جددتها انت للجمهور اللي بيشوفنا مش بس في المثلث وانما في الجليل ايضا ان شاء الله نعمل زي هذه المقابله مع شخصيات من الجليل يفهمونا ونسمع منهم عن الريكورد تبعهم كيف مضيهم وكل هذا الاشياء شكرا جزيلا لك شكرا لك هنا, هنا سيداتي وسادتي ناتي الى نهايه برنامج بسام جابر يحاور حاورت اليوم حسن عازم ابو ابراهيم من اوائل اعضاء السلطه المحليه في الطيبه منذ الخمسينات خم شكرا والى اللقاء